هذه الورشة تضم حوالي أكثر من 20 فرنسية ساهموا بعملهم وساهموا بآلاتهم. الهدف المرجو الذي ترجو إليه هذه الورشة المتنسبة على مستوى دار الصناعة التقليدية هو إنتاج حوالي 50,000 كمامة لكي يتم توزيعها على المواطنين. أول مرة يعني جيت على أساس أني حرفية وفي لجنة التأهيل وفي الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية باش نزيد ونكمل إن شاء الله في التطوع تاعنا باش نخلط ونكمل ونكمل إن شاء الله يا رب يتنحى علينا هذا الوباء.